حالتون چطوره؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اسمتون چیه؟ إنا أعطيناك الكوثر. الله. چند سالتونه؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شما چند سالگی حافظ شدی؟ قال تزرعون سبع سنين دابا. هفت سالگی حافظ شدی؟ بله. خب چقدر طول کشید تا حافظ شدی؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام. الله. یک ساله؟ ماشاءالله. روزی چند ساعت وقت می‌ذاشتی واسه حفظ؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. سه الى چهار ساعت. رب اغفر لي ولوالدي. غیر از حفظ چیزی دیگه این بلدی؟ معلمناه صنعة لبوس لكم. خیاطی. ماشاءالله. زندگی میکنی. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اللهم صل.